محمود ياسين، اهلا بيك في لايف شو. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. عيلة فنية اعضائها ما شاء الله كل حد ناجح جدا في الجزء اللي بيتميز بيه، وانت كواحد من افراد العيلة دي شفت ازاي ده اكبر ميزة واكبر عيب؟ فكرة ان العيلة كلها بتشتغل نفس المهنة، ده بيصنع حالة من حالات الانسجام ما بين افراد العيلة دي لما بيقعدوا مع بعض وبيتقابلوا، خصوصا مثلا في شهر رمضان مثلا. جت أوقات كان كل واحد فينا له عمل، كل واحد مشارك بحاجة، فبيبقى الموضوع هزار وكل واحد عمال يقول أنا أحسن وأنا شغلي أحلى من باب الهزار طبعا. بتصنع حالة كده من حالات الـ يعني خلاص كلنا فاهمين إحنا بنعمل إيه، كلنا مقدرين ظروف بعض، كلنا عندنا ميزة إن لما حد فينا يبقى واقع في مشكلة ويجي يسأل حد من أفراد عيلته دي هيلاقي حد فاهم في هيلاقي نصيحة مظبوطة، إنه عارف أبعاد المهنة، خصوصاً إحنا أجيال مختلفة مش كلنا نفس الجيل، فكل واحد له خبراته فكلنا بنستفيد من بعض. حتى الأبديتس ممكن تبقى عند الجيل الأصغر فيقول الجيل الأكبر ده في كذا دلوقتي، يعني كان ممكن النصيحة تبقى متبادلة مش بس أنتوا من الجيل الأكبر. يعني نسبة طبعاً، عشان كان ربنا يرحمه الأستاذ محمود ياسين، كان ما ينفعش حد فينا ينصح الأستاذ محمود، لأنه هو كان يعني يعتبر آيكون في مجالي يعني، وعنده القدرة الكبيرة على أنه حتى يبقى عارف الأبديت المتوقع هيكون إيه، فكنا كلنا بنتعلم منه يعني. طب لو سألتك في القعدة اللي أنتوا بتبقوا قاعدينها دي كعيلة وبتتفرجوا مع بعض، مين أكبر حد؟ أعتقد طبعا الإجابة واضحة، أستاذ محمود ياسين تقييمه بيفرق معاك جدا. لو قلت لك رتب لي كده مين تاني بيعني لك رأيه؟ لا كله الحقيقة بيعنوا لي، لأن أنا عارف إن كل واحد هاخد منه التقييم من منطقة معينة. يعني لما والدتي مثلا تقول رأي، فأنا هنا باخد رأيها كفنانة، ده نمرة واحد، وفنانة خريجة معهد فنون مسرحية وكانت متفوقة ولها كارير كان مهم جدا وناجح، وفي نفس الوقت ست بتتكلم، أم بتتكلم، وده قطع كبير من المتفرجين والمشاهدين طبعا، خصوصا مع الدراما التلفزيونية. فأنت بتاخدي رأي له أكتر من وجه، فبيهمني من زاوية معينة. لو خدت رأي ابني محمود فأنا برضو باخد زاوية الفئة العمرية دي. زوجتي إعلامية برضو متخصصة في الدراما، فبرضو اياد أباظة برضو باخد ال ده من هالخبرة في دي، انها بتقعد مع مؤلفين كتير، مع فنانين كتير، مع ممثلين، فبتشوف الموضوع من رؤية شوية مختلفة. فالميزة انك انت عندك تنوع في الردود. طب ده الميزة. العيب العيب ان لو كلنا عندنا تصوير مش عارف ناخد باله من البيت بقى. لا طبعا هو العيب يمكن ان احيانا الناس بتقيم الحكاية انه العيلة كلها بتشتغل في الفن، فبيعتبر انه الموضوع في شكل من أشكال المجاملة، هو بشوفه طبيعي أصلاً يعني، لأنه البني آدم بيمتهن مهن معينة من وجهة نظري، وخصوصاً المهن اللي فيها الهواية بناء على حاجتين: الموهبة اللي جواه، وأنا بشوف إن المواهب والقدرات الحسية والعقلية وكذا فيها شكل كبير جدا من الوراثة، ولذلك هتلاقي في الحتة اللي فيها المواهب دي هتلاقي في ناس ورثوا مواهب أبائهم بشكل واضح. في الكورة مثلا هتلاقي ده أمثلة كثيرة، زي مثلا حازم إمام مثلا وأبوه وجده. لا أنا موافقك تماما فعلا، ما حقيقة موافقاني، بس ممكن الناس تانية بتبقاش واخدة بالها من الحكاية دي. يعني في مثلا حتى في الكتابة أيمن بهجة قمر وبهجة قمر، بشوف دايما إن الفنان يعني هتلاقي مثلا مطربة وتلاقي بنتها بتعرف ترسم، عندها مهارة فنية، ما عندها حس عالي جدا في حتة الفن، بالإضافة طبعا للبيئة نفسها اللي بينشأ فيها الفرد. فغريب جدا ان انا احيانا بحس ان الناس مش مستوعبة قصة ان لا بالعكس ده طبيعي ان البيئة بتأثر في الانسان، وكمان حتة الجينات بالظبط.